السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم على مصطلح مهم جدا بنسمعه كتير في عالم البرمجة، وهو الديزاين باترن. ايه هو الديزاين باترن وايه فايدتها وليه بستخدمها؟ في البداية الفيديو ده مجرد تعريف للديزاين باترن، يعني ايه الديزاين باترن، مش كورس كامل او انا هشرح الديزاين باترن بالتفصيل. هو مجرد تعريف بيعني ايه كلمة ديزاين باترن واصلها ايه، عشان لما تيجي تشوف كورس للديزاين باترن تبقى فاهم هي جت منين. قبل ما نشوف يعني ايه ديزاين باترن، في مصطلحين عايزين نتكلم عنهم لان هما مهمين جدا. مصطلح اسمه سوفت وير ديزاين وسوفت وير اركتكتشر. ايه السوفت وير ديزاين وايه هي السوفت وير اركتكتشر؟ في البدايه الاتنين دول هي بروسيس انت بتعملها لما تيجي تعمل ديفلوبمنت للسوفت وير بتاعك. وانت بتطور او بتعمل في البروجكت بتاعك لازم تعمل له حاجه اسمها سوفت وير ديزاين وحاجه اسمها سوفت وير اركتكتشر. طيب ايوه السوفت وير ديزاين والفرق بينه وبين الاركتكشر نتكلم عنه كمان شويه، بس تعالوا نشوف ايه هي فايده ان انا اعمل الكلام ده. فايده ان انت تعمل السوفت وير ديزاين والسوفت وير اركتكشر ان انت بتخلي الكود بتاعك والبروجكت عامه ريوزابل اند مينتينابل. ريوزابل يعني ان انا اقدر استخدمه، ان انا بقسم البروجكت مجموعه باكجز مثلا او مجموعه كلاسات مجموعه فانكشنز، اقدر استخدم الفانكشنز دي في اي بروجكت تاني من غير ما اكتبها من اول وجديد، ومن غير ما اضطر ان انا اعدل فيها وانا بستخدمها في البروجكت الجديد. ومينتينابل يعني ان انا اقدر اعدل في البروجكت بتاعي، اكبره، اضيف فيتشرز، اغير حاجه فيه من غير ما اضر باقي اجزاء البرنامج بتاعي. يعني ممكن انا اعدل في جزء الاقي ضرب في مكان تاني في البرنامج، فكده البروجكت بتاعي او الكود بتاعي مش مينتينابل، لازم اخليه مينتينابل. طبعا الكلام ده بيسهل عليا عمليه الديفلوبمنت وانا شغال، وبرده لما اجي اعمل ابجريد لل البروجكت بتاعي او البرنامج اللي انا عملته، اما اجي اضيف فيه حاجات او اعدل فيه مميزات بيبقى الموضوع ده سهل جدا عليا. طيب ايه بقى الفرق بين السوفت وير ديزاين والسوفت وير اركتكشر؟ الموضوع عامل زي الفرق بين المهندس المدني والمهندس المعماري. اللي مش عارف الفرق بينهم، المهندس المعماري اللي هو بيعمله ان هو بيصمم لك الواجهه بتاعه المبنى. يعني لو واحد بيبص على المبنى كده من بره هيشوف ايه الواجهه بتاعته، البلكونات، تقسيمتها، الغرف اللي هتبقى عندك، الكلام ده كله. كل اللي بيعمل ده هو المهندس المعماري. طيب المهندس المدني بيعمل ايه؟ المهندس المدني هو اللي بيصمم الاجزاء الداخليه للمبنى. يعني ايه؟ يعني المهندس المعماري قال انا هقسم العماره بتاعتي، مثلا كل دور هيبقى فيه مجموعه شقق، كل شقه مجموعه من الاوض. فيجي المهندس المدني ياخد التصميم من المهندس المعماري ويحطه قدامه كده، ويقعد بقى يشوف انا احط عمود هنا، احط عمود في الحته دي، طب العمود ده يبقى سمكه كذا عشان يقدر يتحمل الاوزان بتاعه المبنى والكلام ده كله. طبعا انت كواحد بتبص على المبنى انت مش شايف الاعمده ولا الكمرات ولا السقف ولا الكلام ده كله، انت مش شايف هو معمول ازاي، انت كل اللي انت شايفه الحاجات اللي انت شايفها قدامك اللي المهندس المعماري عملها. هنا نفس الموضوع، السوفت وير اركتكشر هو ده المهندس المعماري بتاعنا. بيقول لك السوفت وير اركتكشر انت بتجاوب على مجموعه اسئله. اول حاجه ايه اللي احنا عايزين نعمله، يعني البروجكت بتاعنا ده بيتكون من ايه، او ايه الاجزاء اللي موجوده جوه البروجكت. طبعا اللي انا اقصده هنا بالاجزاء هي الاجزاء اللي اليوزر بيشوفها كواحد بيستخدم البرنامج بتاعي، كواحد بيبص على مبنى، على المبنى هو هيبقى شايف ايه. فده اللي بيعمله السوفت وير اركتكشر، بيقول لك ايه اللي احنا عايزين نبنيه والمكونات بتاعه السيستم بتاعنا، السيستم اللي هو الابلكيشن او البرنامج اللي احنا عايزين نعمله، والتفاعل بين الاجزاء دي. يعني الاجزاء اللي اليوزر شايفها بتوصل او بتتفاعل مع بعض ازاي. يعني مثلا انا دلوقتي شايف شقه فيها مجموعه من الاوض، طيب الاوضه دي مثلا فيها باب بيطلع على الصاله، باب بيطلع على اوضه الضيوف، في مثلا باب بيطلع على المطبخ، يعني عندي ممر كده في الباب اللي بيودي على المطبخ، الباب اللي يودي على الحمام، الحاجات اللي اليوزر بيشوفها، التفاعل بين الكومبوننتس بتاعتي. بيقول لك هنا كده الفيزابل كومبوننتس، يعني الاجزاء المرئيه لليوزر، فيزابل كومبوننتس. طيب يبقى السوفت وير اركتكشر هو بيقول لك ايه اللي احنا عايزين نبنيه، وبيوصف السوفت وير بتاعك من ناحيه اليوزر او اللي اليوزر هيبقى شايف ايه. السوفت وير ديزاين هو ده بقى المهندس المدني بتاعنا، اللي هو ازاي احنا هناخد الكلام ده ونطبقه فعليا على ارض
الواقع، ايه الاعمده اللي احنا هنعملها، القواعد اللي احنا هنحطها، قواعد يعني سمكها هيبقى عامل ازاي، المواد اللي هنستخدمها فيها، الكلام ده كله. فيبقى السوفت وير اركتكشر هو وات، يعني ماذا، ايه اللي احنا عايزين نبنيه. السوفت وير ديزاين هو هاو، كيف هنبني الكلام ده بقى ازاي. يعني انا دلوقتي خلاص عرفت الاجزاء بتاعت السيستم والكلام ده كله، هبني بقى الاجزاء دي ازاي. بياخد كل كومبوننت او كل مكون الفيزيبل كومبوننتس بتاعتي، ويشوف ايه هي الحاجات او الاجزاء اللي موجوده جواه المكون ده، الحاجات اللي جواه دي بتتكون من ايه. زي مثلا الاوضه، الاوضه هيبقى فيها عمود في المكان الفلاني، عمود في المنطقه الفلانيه، وهكذا. يبقى في كاميرا، السقف سمكه سمكه محدد والكلام ده كله. فيبقى بقى عندنا في السوفت وير ديزاين، انا باخد مثلا لو جينا نطبقه على بروجكت ابلكيشن مثلا لاي كوميرس، لابلكيشن لمتجر، فيبقى عندي مجموعه كومبوننتس. الكومبوننتس اللي هي مثلا عندي حاجات خاصه باليوزر، حاجات خاصه بالبضاعه المعروضه عندي في المتجر بتاعي، الكلام ده كله. فده كده السوفت وير اركتكشر. طيب السوفت وير ديزاين، ان انا اخد الكومبوننت الخاص بالمتجر او البضاعه اللي موجوده في المتجر بيتكون من ايه، ايه الاجزاء اللي موجوده جواه، ايه الكلاسز والموديولز اللي موجوده عندي في السيستم بتاعي، الموديولز والكلاسز اللي انا هعملها، الكلاسات اللي انا هستخدمها لو شغال او او بي اوبجكت اورينتد بروجرامنج، ايه الكلاسات اللي انا هعملها، والتفاعل والعلاقات بين الكلاسات دي. ده كده بيندرج تحت بند اسمه سوفت وير ديزاين. طيب يبقى كده عرفنا ايه هي السوفت وير اركتكشر وايه هي السوفت وير ديزاين. نيجي بقى لموضوعنا الاساسي، الديزاين باترن. ايه هو الديزاين باترن؟ قال لك الديزاين باترن هو سوليوشنز فور كومن سوفت وير ديزاين بروبلمز. يعني ايه؟ يعني بيقول لك الديزاين باترن دي حلول لمشاكل شائعه في عالم السوفت وير ديزاين. احنا قلنا السوفت وير ديزاين بيهتم بالكومبوننتس اللي عندي، او مش الكومبوننتس بقى، الاجزاء الداخليه، كل كومبوننت، الكلاسات والموديولز بتاعتي. فانا بعمل ديزاين للكلاسات والموديول في مشاكل شائعه، يعني لاحظوا ان هي بتتكرر كتير في معظم السوفت وير سيستمز اللي اي حد بيبنيها. فقال لك احنا هنجمع الحلول دي او المشاكل دي، هنعمل لها حلول، ونجمع الحلول دي او كل حل سموه ديزاين باترن، يعني نمط انت بتمشي عليه وانت بتعمل ديزاين للسوفت وير بتاعك. وقسموا الديزاين باترنز لثلاث انواع. اول نوع كرييشنال استراكشرال بيهيفيرال. طيب تعالوا كده ناخد كل نوع ونشوف هو عباره عن ايه. اول نوع عندنا وهو الكرييشنال ديزاين باترن. كرييشنال من اسمه كده، يعني كرييت. دي ديزاين باترنز بتبقى خاصه بكرييت الاوبجكتس بتاعتي، يعني ازاي انا بعمل الاوبجكتس، هاو تو كرييت اوبجكتس. يعني ايه؟ مثال من امثله الكرييشنال ديزاين باترن، ديزاين باترن اسمه سنجلتون. سنجلتون من اسمه كده، سنجل يعني وحيد، يعني انا بيبقى عندي حاجه واحده بس. طب ايه هي الحاجه الواحده اللي هتبقى عندي؟ قال لك انا بيبقى عندي اوبجكت واحد بس من الكلاس بتاعي. يعني ايه؟ يعني وانا بعمل ديزاين للسوفت وير بتاعي، انا عملت كلاس معين، فانا عايز ان الكلاس ده لازم اتاكد ان هو دايما هيتعمل منه اوبجكت واحد بس. ده يفيدني مثلا لو انا بعمل العاب معتمده على السنجل بلاير، هي لعبه لاعب وحيد، لاعب مثلا ضد الكمبيوتر، او هو لاعب واحد بس موجود عندي في اللعبه، فانا عندي كلاس اسمه بلاير. الكلاس ده انا عايز اعمل منه اوبجكت واحد بس، لو جيت اعمل اوبجكت تاني يطلع لي ايرور، او يقول لي لا انت عملت اوبجكت قبل كده، خد الاوبجكت اللي انت عملته، ما يعملش اوبجكت جديد. فبعمل سوفت وير او بعمل ديزاين للكلاس بتاعي، بكتب الكود بطريقه معينه بحيث ان هو في النهايه يعمل لي اوبجكت واحد بس. كل ما اجي اعمل اوبجكت، لو في اوبجكت موجود يرجعه لي، لو ما فيش يقول لي او يعمل اوبجكت جديد. يبقى الكريشنال ديزاين باترن دي الانماط اللي بتهتم بازاي تعمل اوبجكتس بتاعتك. تاني نوع استراكشرال. استراكشرال من اسمه كده، انت بتجيب الاستراكشر او البنيه بتاعه السوفت وير. طيب انا عندي السوفت وير بيتكون من مجموعه من الاوبجكتس، فالبنيه بتاعته هتبقى ازاي الاوبجكتس دي متوصله ببعض. يعني انت لو جبت كده مجموعه اجزاء ووصلتها ببعض، فانت كده عملت بنيه او
استراكشر للبروجكت بتاعك، او عملت استراكشر مكون من الاجزاء دي. فهنا برضو نفس الموضوع، الاستراكشر ديزاين باترنز بتهتم بازاي الاوبجكتس متوصله ببعضها. مثال على كده ديزاين باترن اسمه ديكوريتور. ديكوريتور معناها اضافات، ان انا بضيف حاجات جديده للاوبجكت بتاعي. بيقولك ده بيهتم بالجزء اللي هو اد دايناميك بيهيفير، ان انا عايز اضيف سلوك ديناميكي للاوبجكت بتاعي. ازاي؟ زي مثلا القهوه. القهوه ممكن تبقى بلبن او من غير لبن، في ناس بتحب قهوه بلبن وفي ناس بتحب القهوه من غير لبن. فانا لو انا عايز اعمل كلاس للقهوه، هنا هيبقى عندي حاجتين، هعمل كلاس للقهوه اللي هي بلبن وكلاس للقهوه اللي هي من غير لبن. طب قال لك انا ليه اعمل اتنين كلاسز؟ طب انا ما اعمل كلاس واحد بس اللي هو اسمه قهوه، ده كلاس خاص بالقهوه، وهضيف للكلاس ده سلوك ديناميكي دايناميك بيهيفير اللي هو اللبن بتاعي، الاضافات اللي انا عايز اضيفها على الكلاس بتاعي اللي هي القهوه. عايز اضيف ايه على القهوه؟ ممكن اضيف اللبن، فانا اعمل كلاس للميلك، اجي كده كلاس اسمه ميلك. لو انا عاوز اضيف لبن هيبقى عندي جوه الاوبجكت بتاعي اللي اسمه كافي زي بروبرتي كده بحتفظ بيها بالاضافات بتاعته. طبعا الكلام ده بقى حسب الامبلمنتيشن بتاعك، احنا مش بنعمل امبلمنتيشن، احنا هنا بنشرح الفكره عامه. طبعا كل الكلام ده اتعلمه لما تيجي تتعلم الديزاين باترنز بالتفصيل. يبقى الديكوريتور بيقول لك بدل ما اعمل كلاس القهوه بلبن وكلاس القهوه من غير لبن، انا اعمل كلاس القهوه وكلاس اللبن. لو عاوز اضيف لبن هعمل اوبجكت من الكلاس بتاع اللبن واضيفه للقهوه بتاعتي. يبقى انا كده قدرت ان انا اضيف دايناميك بيهيفير للاوبجكت بتاعي من غير ما اعمل كلاس لكل حاجه، او يعني كلاس لكل بيهيفير. تالت نوع معانا وهو behavioral design patterns. بيقول لك ده بقى focus on objects behavior، يعني ال behavior او السلوك بتاع ال object، وازاي ال object ده بيتعامل مع ال objects التانية بحيث ان هو يحقق لي الغرض المطلوب. ازاي؟ لو انا عندي مثلا في نوع او في design pattern اسمه observer. الاوبزرفر ده بيقول لك انا بعمل اليرت او بنبه الاوبجكتس الثانيه لما حاجه تتغير من عندي. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده بيفيدني في حاجه اسمها ريال تايم ابلكيشنز. ريال تايم ابلكيشنز يعني مثلا زي الشات. الشات انت بتبعت رساله، الرساله بتروح للسيرفر، فكده حصل تغيير في الداتابيز اللي موجوده على السيرفر. طب السيرفر بيعوز ان هو ينبه اليوزر الثاني ان في حاجه اتغيرت، فبيحصل هنا حاجه اسمها ريال تايم، ريال تايم كونكشن، ان في اتصال دايم بين السيرفر وبين الكلاينت، يقدر السيرفر ينبه الكلاينت باي تغيير بيحصل. هنا برضو نفس الموضوع، الاوبزرفر ديزاين باترن ده بيهتم ازاي ان انا اعمل امبلمنت للحاجات اللي هي الريال تايم دي، يعني ازاي اخلي الاوبجكت بتاعي يعرف باقي الاوبجكتس لما حاجه تتغير فيه. طبعا الامبلمنتيشن ليه طريقه معينه تتعلمها لما تيجي تتعلم الديزاين باترنز. يبقى دي كده الديزاين باترنز والمفاهيم بتاعه السوفت وير ديزاين والسوفت وير اركتكتشر. طيب لو عايز بقى تتعلم الكلام ده تتعلمه منين؟ في على كورسيرا كورس اسمه سوفت وير ديزاين اند اركتكتشر، ده عباره عن اربع كورسات موجوده، بعد كل كورس بيتكلم عن سوفت وير ديزاين. كورس بيتكلم عن سوفت وير ديزاين، في كورس مخصوص عن الديزاين باترنز، وفي كورس عن السوفت وير اركتكتشر. ممكن تدخل تتعلم من الكورس ده، من الاربع كورسات دول انا شفتهم ومحتواهم كويس جدا والشرح كويس جدا، بيشرحوا السوفت وير ديزاين اند اركتكتشر بطريقه كويسه جدا. هسيب اللينك بتاعه في الوصف بتاع الفيديو. بعد كده في كتاب اسمه ديزاين باترنز اليمنتس اوف ريوزابل اوبجكت اورينتد سوفت وير، ده عباره عن كتاب ممكن تحمله بي دي اف موجود على النت عادي فري، ممكن تحمله وتتعلم منه الديزاين باترنز. فانصحك الاول ان انت تشوف الكورس اللي على كورسيرا وبعدين تشوف الكتاب ده تكمل منه ديزاين باترنز، لان الكورس مش شارح كل ديزاين باترنز. بالمناسبه احنا عندنا 23 ديزاين باترن في الثلاث انواع على بعض، يعني مش كل نوع في 23، لا هم مجموعهم كلهم على بعضهم 23. الكورس مش شارح ال 23 ديزاين باترن، هو شارح مجموعه منهم. فانت بعد ما تشوف الكورس كمل من الكتاب ده، هتلاقي معلومات اكتر
يعني وديزاين باترنز اكتر. دول كده افضل مصدرين انا شايفهم ان انت تتعلم منهم، السوفت وير ديزاين اند اركتكشر والديزاين باترنز. وده كده كان موضوع النهارده عن السوفت وير ديزاين اند اركتكشر والديزاين باترنز. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.